ويجيبوا دويش كاين ما كاين الجزائر من خلالها ثمار برامج وانجازات على مختلف الاصعده وبرعايه كريمه السيد والي ولايه مستغانم الذي ارادها ان تكون حضاره تاريخيه متميزه ومحطه فارقه لمشهد يزينه المواطنون بالقاعه ومظاهر السعادة ستكون حاضرة بالتأكيد في إطار عملية توزيع السكنات في مختلف الطيف فألف ألف مبروك لكل المستفيدين اليوم من السكنات في مختلف الطيف. إذا نمر إلى عملية توزيع السكنات تفضل أخي مختار. من السن قول أجيال سلة ليفي يتفضل عليك بنسعر وأطلب فردان جدول سعر اجتماعي يتفضل على المنصة كذلك قورين فاتحة ترحوي مدعم وبنكرد الحاج عدل يتفضل الأربع على المنصة والرغم حراير الجزائر شوية صغار مما فرحة كبيرة لتقنيات عينان الصغار والشباب كذلك تحت إشراف سيدي والي ولاية مستغانم أطلب كل من بولا عجال كردال جلول كورين فتيحة وبن كردة الحاج الاتحاد من منصة تحت تصفيقاتكم حضور الكريم الاحتفالية عيد الاستقلال والشباب. أبو السيد والي ولاية مستغانم المحترم تحت تصفيقاتكم وبتغاريد حاضر الجزائر. حبينا نشوف إعلانات الجزائر ترفرف اليوم. ألف مبروك. إذا أجمع تقشعرون الأبدان اليوم نصفها من قاعة سينما محمد الحبيب حشلاف عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ السكن الاجتماعي السكن الترقوي المدعم سكنات العدل بالإضافة إلى السكنات الريفية ألف مبروك للمستفيدين والعمليات ما زالت متواصلة إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. صورة الكريمة عن ولاية مستغانم للمستفيدين بين الفرقة الاحتفالية يا سلام عليك شو قدامه كله صورة تذكارية بالمناسبة تبقى صورة تذكارية طلعوا علاماتكم طلعوا علاماتكم الاحتفال بعيد الاستقلال وشباب توزيع الرقم عملية رقم نعم. شملت كل بلديات ولاية مستغانم وجل دوائر الولاية إذا ذكرت بشعر الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب وذلك تحت إشراف سيد والي ولاية مستغانم المحترم شرف الكريمة تسليم